النهاردة هنتكلم في درسنا عن أعلى وأسفل. عندنا هنا جمال هو جالس على أعلى الزحليقة، وعمر هو اللي جالس على أسفل الزحليقة. هنا مين اللي بيجلس على الزحليقة؟ قلنا جمال. طب مين اللي بيجلس أسفل الزحليقة؟ هو عمر. يقولي هنا ارسم دائرة حول الكتاب الذي في الأعلى. إحنا متفقين إن هنا الأعلى وهنا الأسفل، يبقى فين الأعلى؟ هنا. يعني ده الكتاب اللي في الأعلى. طيب ماشي، السؤال التاني بيقول ارسم دائرة حول الكتاب الكتب التي في الأسفل. ارسم دائرة حول الكتب التي في الأسفل، يعني هنا الأعلى وهنا الأسفل، يعني هنا دي الكتب اللي ايه في الأسفل. طيب ماشي، اتنين عدد الجبال. عدد الطيور التي تطير على الشجرة. طيب لو جينا نعد كده، 1 2 3 4 5، يعني هما 5 طيور. طيب هنا عد الطيور التي تطير أسفل الشجرة، هنلاقي إن هما 1 2 3 4 5 6. هنا بيقول ارسم 3 كرات أعلى السورة، وارسم 5 كرات أسفل السورة. هنا هنرسم 3 كرات أعلى السورة، 1 2 3، وقال لي لأ لسه مخلص، وارسم 5 كرات أسفل السورة. مثلا 1 2 3 4 كده نكون خلصنا السنة. معلش مش عايزين ما بصدق.